السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبي دي زاد. اليوم الحصه تاعنا راكي بعد ما انهى يعني مشاهدتي المدافع الجهه اليسرى وين في نيس، يعني امام اوكسير، لعبوا امام اوكسير وين داروا ماتش نيل، انطلق مباشرة إلى إسبانيا وين صحيفة الأس الإسبانية وتؤكد أن الركراكي تواصل مع الريحاني ويخطط لاستدعائه قريبا للمنتخب المغربي. الناس لا تخدم حنا لهنا كتلونا قالك سوف ينطلق، سوف كل المدرب تاعكم تاعكم هذا المدرب تاعكم هذا المشرف تاعكم يقول سوف ينطلق الى اوروبا من اجل اكمال مشغول النور على رايح الطليان ما نكمل منا غادي يفوت برا وفي طول ما يقلبوش لي فرونسي ما يفيقوش به غادي يحفر تينار يجيب لي حكم لي حكمه لي حفروا تينار اكابور لي خرج من الحبس قال لك غادي يحكم يحفروا له تينار من الطليان تل ليوم يخرج في السطه تاع ليوم يهدر مع الشرقي عادي يولي يعبروا له تينار يروح عند نيس يخرج عند بو عناني يهدر مع بو عناني يعاود يولي لي تينار غادي يخدموا ليه او سريه تامه يبارك الله فيك. ايه سريه تامه هذه؟ رجاله قاعده في السطاد تتفرج وانت يا باش تودي بلاصتي تدخل للسطاد ما تدخلش كاع جال او دي كوب دي مون نورمالمون تقعد في لي سطاد تتفرج في لي سطاد وتشوف وكلش وتدي خبره من عند مدربين تدي ما قالك ما طايش الزقام على بالنا وما طاش الزقام شي قال لهم اني باغي سطات تاع بليده كيما ريو كيما تاع الاخر كيسموها هذيك تاع المكسيكا تاع المكسيك سطات قال لهم يطرطق ودي انت بغيت سطات يطرطق والكاميرون طرطقوا هذه هي هذه اللي بغيت. وانا كي تقول له زجا روح خدم روح لاوروبا روح شوف روح منا اي لا يقول لك لا يقول لك انتوما اعداء انتوما ضد الناجح يقول لكم بلي تتسيبهم في الفيسبوك يدير لك الكوتش تصل وجاب وعمل وين تصل وجاب وعمل وين والله ما على بالو كاع ابي تجيبو انتوما تجيبونا خاطيني وقلت لكم انا قلت لكم في الصيف قالوا له ودي انت قعد انت مكه ما دخلك وداروا له باش داروا له والله لا حاكم بدان انا نعطيكم الرسمي ومن بعد تعرفوا الحقيقه والله لا حاكم بدان في التقييم تاع اللعابه اللي يجيبوه ما يجيبوهمش والله لا زياده والله لا حاكم بدان انا نعطيكم الرسمي نعطيكم الرسمي هو اش داير لا ضرب على بعض اللعابه قال لهم خلوهم لي مبولحي ماندي سليماني يعني كاين واحد اللعابه اللي غادي يخليهم هما مبولحي بغاو يراهو قال لهم خلوا لي مبولحي انا نقول لكم نعاودوا نقولوا الناس اللي تخدم الناس اللي باغيين بلادهم ويخدموا ويحروا دراهمهم الناس اللي باغيين بلادهم ويحروا دراهمهم انا يعني نخدم نحضروا عليهم ما الناس هادو داروا في ريسانو بلي يا ودي ما يديروا لهاش وتاد خلوها كيما طايحه انا نقول لكم وهربت له نعاودو نهضروا على الناس اللي تخدم. وذكرت تقارير اسبانيه ان هناك تواصل بين عبد الله ريحاني لاعب اتلتيكو مدريد والناخب الوطني وليد الركراكي من اجل استدعائه للمنتخب المغربي مستقبلا. وحسب الصحيفة الأس الإسبانية فإن وليد الركراكي يعني تواجد في مدريد يعني من أجل التواصل مع ريحاني ويخطط لاستدعائه قريبا للمنتخب المغربي حتى لا تتمكن إسبانيا من قيام بذلك. وأضافت مصادر ذاتها أن البالغ من العمر 19 عام بالرغم من أنه ولد في برشلونة إلا أنه سيكون من الصعب أن يختار اللعب مع المنتخب الإسباني. وسبق اللعاب الشاب أن حمل قميص المنتخب المغربي الأقل من 20 سنة في 7 مناسبات سجل من خلالها 3 أهداف وكانت أول مباراة قد خاضها أمام منتخب الإسباني في 26 أبريل من العام الماضي. ويقدم اللعاب المغربي عروض قوية مع أتلتيكو
أقل من 19 سنة، إذ لعب ريحاني 7 مباريات في الدور أبطال أوروبا للشباب، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين، تسمى 7 مباريات 7 أهداف. ويشير إلى أن اللاعب المغربي قد جدد عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني، يعني من أول أمس الخميس إلى أن يعني إلى غاية جوان 30 جوان 2027. ها الناس هي تخدم أصاحبي، هذه الناس اللي تبغي تخدم، تواصل مع ذا تواصل مع ذا تواصل مع ذا، ملي يقول لهم لا شكون اللي جاب هذاك، أنا ما عندي ما ندير به، تا أنا ما عندي ما ندير بهذاك، أنا ما عندي ما ندير بهذاك. كيما ضربة تاع عوار أيت النوري نورمالمون في نوفمبر، هو قال لهم لا شكون اللي جابهم، شكون اللي هدر معاهم. يا ولدي أنت ما حتى عاوز، أنت ماذا بيك افرح، أنت ماذا بيك افرح. هاك تشوف الناس، الناس ها راهم مدربينهم يجرو، علاش يجري؟ يجي في تو يقعد في القمة، في تو يقعد في القمة، في تو يقعد يخدم. أودي انت ما تلحق، لا لا راك راكي ما تلحقاش، ما تلحقاش راكي 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 قطع على روحو. قال لهم انايا، قال لهم مكاش كوب، مكاش 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 دومي فينال، تبقاو على خير. الرجاله قطعت على روحها، الرجاله قطعت على روحها صاحبي، الرجاله قال لك مكاش كوب ديمو، مكاش مكاش دومي فينال كوب دافريك، تبقاو على خير. نقول لكم ما قالوا بالشيخ، قال لهم لو كان، لو كان هذا وصلوا دومي فينال، لو كان وصل هذا دومي فينال ولاد الاتحاديه وصلوا دومي فينال، قال لك قال لك يولوا يدوا الدراهم بالبالا. مي تهضر انت يقول لك انت خاين، كيما كنا نهضروا على اديداس منا، قال لكم انتم، قال لنا انتم اعداء، انت تهضر لهم تفيق فيهم تقول لهم على اديداس يا ودي جماعه عليك شكاي شكاي، قال لك لا انتوما اعداء. خرج انتوما وليتو تب، وليتو وليتو تدعموا، يا انتوما تقول لك الناس سراقين، لا 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 هذو سراقين بيكم انتوما، حظاوهم بيكم انتوما. انا نقول لك تحظاو بيكم انتوما، ماشي قضيه، لا انا نقول لك اصبر لينا انتوما، مقرد معاكم انتوما وانطقت. يا ودي شوف حنايا اي بنقول لكم كلمه، حنا ذا عوار وهذا ايت النوري عباك نورمال من كرهم معنا صيف 2021، كرهم معنا لو كانت جات الناس باي تخدم صح قد كانوا مبلعين. هذا عوار، هذا ايت النوري، هذا العيدوني اللي راح لفرو، راح لتونس، كاين واحد هذا، كاين واحد اللعابه نورمال من كرهم على بالك، كرهم كرهم لعبوا كوب دي موند وجاوا معنا نورمالمون في الحقيقة. زعما لو كان راهم لعبوا كوب دي موند، والله العظيم لو كان لعبوا كوب دي موند وجاو، حنايا حنا رانا روطار، انا باقي مخلوق. الناس عوار 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 عوار، كيما قال لي خاله، قال لي نورمالمون عوار كرة في عامين في ليكيب ناسيونال، قال لي كون جات ناس تبغي بلادها، قال لي كرة في عامين في ليكيب ناسيونال، وصح صوت عنده الحق. قال لي او موا او موا، قال لي كرة من 2021 في ليكيب ناسيونال، قال لي كون جاو يبغوا الجزائر، قال لي هما بصح بلعوا، قال لي هما بلعوا، قالوا يخدموا يجيبوا يلهوا يجيبوا نعايجي، يجيبوا فلان يجيبوا فلان ويبيعوا فيهم، ومستغلين جماعة من جماعة محرز هما يماركوا، جماعة محرز هما يماركوا ويجيبوا يخدموا يبيعوا، ومستغلين هذيك الجماعة، هذيك تاع جماعة محرز 11 واحد جماعة محرز، هذا المشرف كان مستغلهم يعني، مستغل العاطفة تاع الشعب الجزائري تاع راني نربح راني نربح راني نربح راني نربح، يعني لموا له كاع كلش، إيكابي لملو كلش، قال له واك حقك، هذه هي كانوا يقصروا عليكم. كنا نقول لكم لا، قال لك انت ماك عارف والو، انتوما كي وليتو تعرفوا هي على هذيك حنا نجحنا، تما كي انتوما وليتو تعرفوا، انتوما وليتو ساجين وليتو تفيقوا، حنا نجحنا، هذه هي نجحنا كي نتوما وليتو تعرفوا. زيدوا زيدوا شكموا شويه في تطفيقوا، زيدوا زيدوا، مازالكم مازالكم عام شكيمه، عامين شكيمه.
انا نقول لكم زيدوا شكموا مليح. بلا ما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو ملي مشي ابوني معنا، ودائما معكم بجديد، وربي يحفظكم خاوتي وصحيتو.